خلال المؤتمر قدم الدكتور أشرف سيوح استشاري أمراض الدواجن خريطة وبائية مميزة بتكشف الأمراض المنتشرة في المزارع من خلال عمليات الفحص والعزل والتقصي اللي بينفذها بنفسه في معامله، وكانت مميزة فعلا. ركزوا معاه. رأيك النهاردة استعرضت خريطة كبيرة جدا للأمراض الوبائية في مصر، وبصراحة كركبت بطني. اشرح لنا بالظبط وحذرنا. الحقيقة الخريطة الوبائية دي الهدف من عرضها هو ان احنا نكون الفعل ولسنا رد الفعل. هي الخريطة يعني ما اختلفتش عن السنين اللي فاتت كتير، هي برضو الحالة الوبائية اللي موجودة ما بين النيوكاسل والجمبور والاي بي والاتش 9، والنسب النفوق اللي بيسببها الفيروس قلت عن قبل كده بفضل الله، ثم استخدام التحصينات الموجودة المتوفرة في مصر حاليا، ثم بالامن الحيوي، فدي حاجة تعتبر ميزة اضافية. اللي كان استجد في الفترة اللي فاتت دي بعض المشاكل زي الريو والانيميا والادينو، وبرضو بدأ السيطرة عليها لما تم اكتشافها والتنبيه ليها، والسيطرة عليها بيبدأ من الجدود والأمهات ثم التسمين. ودي ميزة الكلب تقدمه سلالة النهاردة، وميزة التجمع ده بيقول لك أنا عندي التزام علمي وأخلاقي تجاهك إن أنا أدي لك منتج جيد مناعته عالية، مواصفاته الفنية جيدة، سواء في معامل التحويل أو المقاومة للأمراض أو توفير في استهلاك الأعلاف. الخريطة مش بس أمراض فيروسية، ولكن أيضا في أمراض بكتيرية موجودة ما يجبش إن احنا نغفل عنها. ليه؟ لأن احنا عايزين نعظم الربحية، وعايزين إن احنا نستفيد أقصى استفادة من مشروعنا ومن منتجنا. النقطة التانية، في مستجدات استجدت على الصناعة زي الأزمة الأخيرة دي بيبقى لها انعكاسات. إزاي بقى حضرتك؟ دلوقتي أنا عندي في مثلا أعلاف اتركنت فترة معينة، فطبيعي إن يجي فيها بعض السموم الفطرية نتيجة طول فترة التخزين، فده ليه رصد معين. اضطرنا نستخدم بدائل كتيرة في الأعلاف كتيرة جدا عشان نتغلب على هذه المشكلة، فدي برضو لها بعض المخاطر على العملية الإنتاجية. في استخدام المياه التوسعات نتيجة التوسع في المشروعات في الأماكن النائية وفي الأماكن الصحراوية والبعيد عن الكتلة السكانية، محطات التحلية محتاجة تحليل. فالرصد وشامل ليس فقط للأمراض الفيروسية والبكتيرية، ولكن لمستجدات الصناعة. عشان كده بتيجي أهمية التشخيص القوي بدل حتى خريطة. ما نبقى أستاذ محمد الأرم معك، الألارم معك وأنت شغال، انت جدود خد بالك ده في انيميا شغاله في البلد هتحصل مرتين او ثلاث او كذا او كذا، ده في ريو هنعمل 1 2 3 4. مش كده بس، ده متخذ القرار في شركات اللقاحات بتبدا تشوف ايه العتاد الموجوده مع الجهات المعنيه، وتبدا ان هي ايه تدخلها علشان تسيطر. فيبقى التشخيص هو كل حاجه، وهو حاجه مهمه جدا. والريو الكل قلقان منها، هما الأحدث بالضبط. هو عندنا المواجهة والقوة ان احنا نهزم هذه الفيروسات. عملنا حاجة جديدة في مصر كلها وبدأت تنتشر على الفيسبوك، ان انا عايز ادي لحضرتك لو انت صاحب أمهات شهادة جودة للكتكوت بتاعك، اعمل لي البرامج المختلفة اللي تديني مناعة قوية، وحضرتك لما تستلم قطيع تسمين هات لي الكتاكيت دي في الأسبوع الأول، وعمل لها الاختبارات اللازمة من الأمراض الرئيسية سواء مايكوبلازما ريو أنيميا أدينو، وأديك شهادة ان كتكوتك ده صالح لمدة شهر، وتعد اختبارات تاني. عشان فهي دي الجودة بقى. عشان كده احنا كل الكلام ده بنعمله عشان الحالة الاقتصادية للمربي تكون قوية.